عبد الرحمن الكواكبي راجل اتظلم حبتين في تاريخنا، لأنه في المكان اللي هو اتولد فيه شمال سوريا ذكر طبعا ونسبيا معروف، لكنه مش من الأعلام يعني. والراجل اشتغل كتير على التطورات والسياسة والاجتماع في الدولة العثمانية، ولكنه هناك يكاد يكون ليس له ذكر في تركيا وحتى في مصر. هو قضى في مصر آخر سنتين أو ثلاثة من عمره، وكتب فيهم في مصر أنا في رأيي جزء مهم من كتاباته، لكن برضو بشكل أو بآخر الراجل ما خدش حقه حبتين في التعليم، في الفلو الثقافي عندنا في مصر. لكن عبد الرحمن الكواكبي يستاهل وقفة معه، مش بس في حكاية مصر الحديثة، لكن حكاية الشرق نفسه الحديث. والدخول لفكر الكواكبي أنا في رأيي طالع من سؤال هو كان مؤرقه قوي. الراجل ده كان بيكتب في النصف الثاني من القرن 19، فهو بدأ بسؤال بسيط للغاية، إنه إحنا في الشرق وإنتوا بالذات في مصر، هو كان وقتها في سوريا ومتنقل ما بين سوريا واسطنبول لكن عينه على مصر، فبيقول إحنا في الشرق وإنتوا بالذات في مصر عملتوا تقدم كويس قوي في دنيا التعليم الحديث. يعني زي ما اتكلمنا في السلسلة دي عدد من المرات، طورنا التعليم قوي وغيرنا جدا المناهج، وخدنا كتير من الفرنسويين ومن الأوروبيين بشكل عام، وانتوا في تركيا، هنا بيتكلم الدولة العثمانية، عملتوا تغيرات كبيرة قوي في التنظيم وفي الإدارة، يعني في الهيكل الإداري للدولة العثمانية. وهو هنا قصده على التنظيمات اللي هي أهم حركة إصلاحية في الإدارة، في التنظيم، في شكل أصلاً الدولة العثمانية اللي حصلت في نص القرن 19. ولكن إحنا كلنا في الشرق بالرغم من هذه الإصلاحات في التعليم وفي التنظيم وفي الإدارة ما زلنا ضعفاء قوي أمام الغرب، ضعفاء في كل شيء، ضعفاء عسكرياً، سياسياً، اقتصادية. مرة تانية هو هنا بيكتب أو بيتكلم بيشرح في النصف الثاني من القرن 19. فالسؤال اللي مؤرقه قوي، ليه؟ ما احنا عملنا كل هذا الريفورمز، الإصلاحات في التعليم وفي التنظيم وفي الإدارة، وخدنا بحاجات عظيمة قوي، قالوا لنا في النصف الثاني من في نص القرن 19 إن احنا يجب إن احنا نعملها، طب ليه احنا ما زلنا متبهدلين قوي كده أمام الغرب؟ ده في حد ذاته مش ده اللي يخلي عبد الرحمن الكواكبي علامة يعني، بس اللي لفت النظر قوي الإجابة بتاعته، لأنه هو ما دخلش كتير قوي في الجوانب الاقتصادية والسياسية، هو ركز في نقطة محددة جدا وطلع هذه النقطة من خلال كتاب أنا في رأيي من أجمل الكتب اللي فعلا تستحق القراءة مرة واثنين حتى الأيام دي بعد 120 سنة من كتابتها. هذا الكتاب اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، حتى اسمه كده يكاد يكون شعر يعني. قال ايه في طبائع الاستبداد باختصار يعني؟ لفت النظر انه المشكلة في رأيه انه ليه في الشرق ما زلنا متأخرين قوي وقتها، انه في تراكم شديد جدا للخوف في الوجدان الشرقي. دي نقطة ذكية جدا، بالذات انه في نهايات القرن 19 قبل قوي الاهتمام الكبير في اوروبا بعلم النفس وتطور علم النفس وفكر الوعي الجمعي، الكلام ده كله ظهر في اوروبا قوي في بدايات القرن العشرين. فرويد وبعديها كارل يونغ ومليون الف واحد اتكلموا في اعماق علم النفس. الكواكبي جه بدري قبل كل الكلام ده، وجي قال في رأيه مشكلتنا في الشرق بشكل عام تراكم شديد للخوف في الوعي الجمعي عند المجتمعات. وبدأ يتكلم على انه الموضوع مش وليد عقود، يعني هو مش جاي يقول والله المشكلة عند أسرة محمد علي في مصر، او انه المشكلة عند السلطان فلان الفلاني في الدولة العثمانية، لا، هو في رأيه الموضوع متراكم على مدى قرون في الشرق. وهو بالذات كان عنده مشكلة كبيرة حبتين مع المماليك، والمماليك طبعا حكموا، مش بس حكموا مصر، حكموا كل
الشام، وكانوا تقريبا موجودين في أماكن أغلب الأماكن الشرقية تحت الدولة العثمانية. طب الخوف ده جاي منين يا أستاذ كواكبي؟ هو قال من، هو حط حاجات كتير يعني، بس التركيز بتاعه كان على نقطتين. النقطة الأولى فهم الدين. الكواكبي رجل متدين جدا ودارس فقه إسلامي وتاريخ إسلامي ولغة عربية قوي، ودي نقطة مهمة لأنه في ناس كتير اللي اتكلموا في فهم الدين في النصف الثاني من القرن التسعتاشر طلع عليهم اتهامات بأن هم بعاد عن الدين أو عندهم مشكلة مع الدين، وده من ضمنهم كان واحد زي الأفغاني اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ومن ضمنهم محمد عبده اللي هنتكلم عنه بعدين. طلع عليهم مثل هذه الاتهامات. الكواكبي أبعد ما يكون في كل ما كتبوا عن أي شيء ممكن أن يقال إنه هو عنده أي فكر حد يمكن يتهمه أو يقول عليه إنه عنده فيه أي حاجة مع الدين إطلاقا. ولكن بالرغم من كده عبد الرحمن الكواكبي قال إنه أحد الأسباب اللي حصل بسببها تراكم الخوف هو أسلوب تقديم الدين للناس، لعامة الناس في الشرق، ووجهة نظره هنا وطبعا اللوم اللي عنده على المؤسسات الدينية، وهو بالذات كان عنده مشكلة مع شيخ الإسلام أو مشيخة الإسلام اللي هي السلطة الكبرى أو المكتب الأهم للدين الإسلامي في الدولة العثمانية. باختصار في رأيه إنه المماليك أرسوا في الشرق والعثمانيين خدوا منهم فكرة إنه تعليم الدين وتفهيم الدين يجب يكون بإطار زرع الخوف، يعني إنه دايما أولا العبادات، يعني ركز قوي في العبادات وخلاص، وابعد عن الفكر المتعلق بمحاولة فهم الفقه، فهم أسس وعلم الكلام للناس اللغويين زمان تطور الحضارة الإسلامية. فهو في رأيه إنه المماليك عن قصد ابتعدوا عن كل ذلك وخلوا علماء الإسلام في القرن الستاشر والقرن السبعتاشر والتمنتاشر يركزوا قوي على حاجتين، واحد العبادات وفكرة إن الشخص أنت وأنت تنفذ بالضبط، وفي جزء من التنفيذ خوف. الجزء الثاني اللي هو قال أحد الأسباب الرئيسية وراء زرع الخوف أو تراكم الخوف في الوجدان الشرقي كان التعليم. ففي وجهة نظر الكواكب أن المماليك عن قصد، حتى فيما بعد مش بس المماليك، الدول الحديثة في الشرق بما فيها دولة محمد علي في رأيه، وبما فيها بعض السلاطين العثمانيين ومن حولهم في أول ونص القرن التسعتاشر عن قصد خلوا التعليم مركز قوي على الحاجات اللي فيها تنفيذ مباشر أو فايدة مباشرة، زي الطب، زي الهندسة، طبعا زي العلوم الدينية اللي فيها حفظ وخلاص. لكن إنه المماليك كان عندهم مشكلة كبيرة قوي مع العلوم الإنسانية، بالذات حاجات فيها فلسفة، فيها مثلا الفقه المقارن، مرة تانية علم الكلام. وجهة نظر الكواكبي إنه الناس دي المماليك عايزة تسيطر، هم عارفين إن هم ما عندهمش شرعية سياسية من القبول من الناس، فمن الآخر هم بيسيطروا بعلم، تدريس علم معين قائم على إنه عاوز تدرس علوم فيها حفظ كويس، عاوز تدرس علوم ممكن ترقي الإنسان اجتماعيا زي مرة تانية طب وهندسة كويس قوي، لكن العلوم اللي فيها تحدي للعقل، العلوم اللي تخلي الناس تبتدي تفكر تقول طب ليه ده، علوم مرة تانية زي العلوم الإنسانية القائمة على الفلسفة، قائمة على تشغيل المخ، يعني إنه هذا النوع من العلوم عند المماليك مش مطلوب، هيخلي الناس تفكر تسأل أسئلة تبتدي إن هي تثير احتمالية مشاكل، فمش عايزين أي حاجة من دي. الكواكبي قال حاجات تانية، بس هو في وجهة نظره إنه النقطتين دول بالذات، إزاي بيتم تفهيم أو إيصال الدين للناس خاصة في الفترة من القرن الثلاثتاشر أربعتاشر الميلادي إلى ساعة ما هو بيكتب يعني منتصف القرن التسعتاشر، مع النقطة التانية نوعية التعليم في رأيه على مدى قرون مع حاجات تانية طبعا كانت هي من أهم العوامل اللي زرعت خوف متراكم، والخوف خلى الناس عندها قابلية أو استعداد أن تقبل بالاستبداد، ودي
كانت النهاية اللي هو عاوز يوصل لها، انه وجود استبداد في اي مجتمع قائم على انه الناس قابلة بالاستبداد. لكن هو ما كانش بيقول ده لكي، مش عشان يشتم المجتمع، مش عشان يقول انتوا السبب، لان في بعض الكتاب بالذات في القرن التسعتاشر والعشرين بعد كده كان عندهم رؤى فوقية جدا للمجتمعات، تقول اه والله انتوا كده، انتوا تستاهلوا ده. لا، الكواكبي ما كانش من هؤلاء. هو بيقول ان الناس دربت في الشرق على مدى قرون ان هي تقبل بالاستبداد، لان تم زرع فيها الخوف. وازاي تم زرع الخوف؟ من خلال النقطتين دول. في ناس بيقولوا كل ده كلام كويس قوي، لكن في نهاية الامر عبد الرحمن الكواكبي كان نسخة جديدة من ابن خلدون. طبعا ابن خلدون هو صاحب مقدمة ابن خلدون، الكتاب الاهم والاروع في علم الاجتماع اللي اتكتب في القرن الـ14. وابن خلدون كان رجل تونسي ولكنه كتب في مصر ايضا. ففي ناس بتيجي تقول في شبه عبد الرحمن الكواكبي من ابن خلدون، انه واحد كتب في الاجتماع السياسي، واحد كتب من مكان ما في العالم العربي ولكن جاء الى مصر لينشر وافكاره طلعت من هنا. وانا في رايي هو صحيح في شبه ما بين الكواكبي وابن خلدون، ولكن التشبيه برضو فيه ظلم للاثنين، لان ابن خلدون كان مشروعه كبير قوي قوي. يعني ابن خلدون كتب طبعا في علم الاجتماع الكتاب الاول في علم الاجتماع في التاريخ الانساني. وطبعا علم الاجتماع عند ابن خلدون هو علم اجتماع سياسي، يعني بيوصل منه الى نتائج سياسيه، صحيح، وده برضو الكواكبي. لكن مشروع ابن خلدون اكبر قوي، لان مشروع ابن خلدون ما كانش الاجابه على سؤال سياسي محدد متعلق بالعالم العربي. الراجل كان بينظر لحركه المجتمعات بشكل عام. والحاجه الثانيه ان ابن خلدون زيه زي فلاسفه كتير في تاريخ الحضاره الاسلاميه، السؤال الاكبر في مخهم سؤال فلسفي او سؤال حتى يكاد يكون سؤال ديني، وهو محاوله الارتقاء بالانسان بره ماديه الانسان، ومحاوله الارتقاء بالانسان لكي يصل الى الخالق الاعظم. ففي جانب روحي في فكر ابن خلدون زيه مره اخرى زي مفكرين كتير في الحضاره الاسلاميه. الكواكبي مختلف، الكواكبي مشروعه محدد قوي، مشروعه هو احنا ليه في الشرق في نهايات القرن التسعتاشر متراجعين قوي سياسيا اقتصاديا عسكريا امام الغرب. هو لا ينظر للحضاره الانسانيه، وعنده اهتمامات لانه رجل متدين ولانه رجل دارس دين، عنده اهتمامات طبعا بالنواحي الروحيه، لكنها مش هي دي التركيز بتاعه. فملخص القصة انه حقيقي عبد الرحمن الكواكبي ربما يقال ان تأثيره ما كانش مهول في حكاية مصر الحديثة في الشرق، لانه تنقل من اماكن مختلفة، كتاباته لم تحظى باهتمام مهول يعني بعد لما مات. لكن انا في رأيي فكره وكتابه وتفسيره ليه احنا تراجعنا بالرغم من الاصلاحات اللي اتعملت تستحق وقفة معاها في هذه السلسلة.